حضرتك كناقدة كبيرة طبعا ولك باع طويل في هذا الموضوع من سنوات طويلة، كيف ترين الآن حال النقد الفني في مصر؟ طبعا ما نقدرش نتكلم عن الآن دون أن نستعرض شوية أشياء من الآن. أنت عندك حاجة اسمها منصات، المنصات دلوقتي بتقدم السينما للناس على طبق فضة بس، وانت قاعدة في البيت تاكلي وتشربي وتشربي شاي وقهوة وتستقبلي الفيلم من غير ما مقابل عائد مش كبير. السينمات أصبحت غالية جدا، كمان التذكرة بقت غالية جدا. المدينة ما بقتش محبة قوي للنزول والخروج بالنسبة للأسرة تحديدا، فهتلاقي إن فكرة التذكرة الغالية مع الوصول الصعب لدار العرض بقت بتستقطب الشباب، والشباب لازم نفهم إنه موجود في عصر الفاست فود ومن زمان، الوجبات فبقى في الفاست فيلم برضو الفاست انترتينمنت، ما بقاش في السينما كسلعة ثقافية، في موجود منها ولكن ليست هي اللي موجودة على المائدة كطبق رئيسي. الطبق الرئيسي اللي عشنا فيه الفترات اللي فاتت هو طبق النموذج اللي شفناه، ومش لازم نقول أسماء، لكن احنا شفنا العنف قد إيه بيستخدم وليه جماليات قبيحة، العنف والشخصية العدوانية اللي بتاخد حقها بدراعها قد إيه هي النموذج. فكرة دهس القانون في الفيلم بقت شيء لافت للنظر ومزعج، ومن هنا بتشوفي فكرة الدهس على القانون حتى في الشارع، ما مش هتلاقي احترام قوي لفكرة الإشارة مثلا، لفكرة ان الشارع لازم يبقى نظيف، لفكرة ان القاهرة الجميلة دي لازم تفضل جميلة. فانت عندك اشياء بتخلي الفيلم ما هوش السلعة الثقافية اللي تجري وراها، انما هو سلعة ترفيهية في الاساس، وقيمها بدأت تبقى استهلاكية جدا. هي من زمان استهلاكية، انما حتى الاستهلاك ليه محتوى. حضرتك بتتكلمي دلوقتي يعني بشكل خاص عن الانتاج المصري في السينما؟ اي احنا كنا بننتج، وصلنا في الثمانينات مثلا ان يكون عندنا 80 فيلم. أيوة. مثلا السنه دي عندنا 27 فيلم. طيب هل هذا يكون حركه سينمائيه؟ 27 فيلم في السنه في دوله كبرى مثل مصر، 110 مليون احنا يعني ازاي ممكن نقبل انه يتقلص عدد الافلام السينمائيه الى فقط هذا العدد الضئيل جدا؟ حتى المنتج اختلفت طبيعته، المنتج اختلف تكوينه. يعني لو فكرنا في المنتجين القدامى هنلاقي كتير منهم جدا هم اللي عملوا الافلام، الفيلم الوطني، الفيلم الاسلامي. يعني رمسيس نجيب عمل الفيلم الديني. ايوه هتلاقي المنتج طبيعته وحساسيته وعلاقته بالفيلم، رغم ان العلاقه التجاريه ما انقطعتش، ولكن العلاقه الثقافيه الاجتماعيه كان فيها قدر اكبر من المسؤوليه، وكان فيها اهتمام اكبر. صناعه السينما محتاجه دعم كبير من الدوله اكيد. صحيح. لانها قوه ناعمه، واحنا اتفقنا ولا بد ان نتفق. طب إن يعني القوه الناعمه مهمه. الناقد السينمائي حاليا ماذا يفعل في مصر؟ ناقد سينمائي في مصر، عدد الافلام السينمائيه المنتجه ضعيفه جدا وضئيله، عدد الافلام الموجوده في دور السينما قليله، عدد المتفرجين قليلين. يعني الحقيقه عايز اسال احنا رايحين فين في هذا؟ هو الناقد دلوقتي ما بقاش مهموم قوي بانه يكتب عن النقد، مهموم انه يروح مهرجان، مهموم انه يحضر مناسبه، مهموم اكتر بالفيلم السريع، مهموم اكتر بانه يبقى موجود، انما انه يعاني. يعني ده غير ناقد زمان. لا طبعا احنا كنا بنعاني، وبعدين الناقد دلوقتي عنده المعلومات فلة. انت عشان كنت توصلي المعلومة كنت اروح المركز الكاثوليكي، كنت اجيب اشترك في مجلات، وكنت اروح كتب المركز الثقافي البريطاني علشان اقرا مجلات واجيب كتب. دلوقتي المسائل للي عايز على كارت، خدي اللي انت عايزاه عندك، تخشي على النت هتجيبي كل اللي انت عايزاه، تفهمي كل. فبقى عنده امكانية انه يبقى اكثر ثراء ثقافيا، واكثر قدره على معرفه
ماذا يجري في عالم السينما، وما الذي يلعبه الفيلم ودور الفيلم في حياة بقت متعددة الوجوه ومعقدة إلى أقصى حد. وعلى فكرة السينما مش بعيدة، مش بعيدة عن كل ما يجري في العالم. لو تابعنا الانتاج الأمريكي هنلاقي بيخدم زي ما قلت على السياسة الأمريكية كله كله. الفيلم المصري في الأونة الأخيرة الحقيقة بقى عندنا بعض المخرجين الشباب المهتمين بفكرة السينما وبالفيلم كمنتج ثقافي، المتابع منهم مروان حامد في ذهني وأنا بكلمك، بيتر ميمي أشرت إليه، في شريف عرفة ما زال مهتم جدا بفكرة الفيلم كمنتج ثقافي بالإضافة لأنه منتج ترفيهي كمان. يعني فكرة الترفيه لا تنفصل أبدا عن الثقافة على فكرة، ومطلوبة طبعا وما ينفعش، هو أصلا طبيعته انترتيننج. وبعدين فكرة الانترتيننج برضو فكرة مطاطة شوية، لأن ما يمتعني مش هيمتع فلان الفلاني ولا الست الفلانية ولا تختلف الأذواق وتختلف الثقافات وتختلف الثقافة وتختلف التكوين ويختلف المنهج في التعامل. كل حاجة بتختلف. يعني النقد ما هوش، عشان كده أنا دايما أقول إن ما فيش حاجة اسمها نقد موضوعي، هو عنده معطيات وعنده أدوات وبيتفرج على الفيلم دون أن يتخلص من ذاته. ما ينفعش النقد يتخلص من ذاته. أنا فلانان الفلانية ليه طبيعة معينة، ليه انتباء معين، ليه أراء في السياسة، ليه أراء في الاجتماع، بستمد قدر كبير جدا من معرفتي بالعالم من الواقع. أيوة. بحب الأسواق، بحب الناس، بحب أدخل في دهاليز الحركة الاجتماعية في قاعة. إنك لما تخش السوق، لما تروح الأسواق الشعبية بتشوفي نماذج ما بتشوفهاش في السينما قوي. أيوة. وبتزعلي لأنها سريعة جدا وقوية. فأنت هنرجع لتكوين الناقد يعني، فأنت ما تقدريش تقولي موضوعي، موضوعي دي مرتبطة بذاته برضه.